بعد الهزيمه المخزيه على ايد الاستاذ تامر في راوندز وفي تابز، جاي احقق ابدا ان انا اعمل ريمونتادا، لان انا مش هينفع ان انا اسكت على الراجل ده ابدا. الراجل ده لو اتسكت عليك ما هيفضل يبقى راجل محترف ومحدش يعرف يسد صوته خالص. فالنهارده هنلعب تابز ضد الاستاذ تامر ونشوف اجدد الاستراتيجيات اللي ممكن حد ان هو يتوقعها. فما تنسوش تحطوا لنا لايك، وان انت اشتركت ولا ما اشتركتوش، وهتلاقي الانستغرام بتاعي تحت ديسكربشن. جاهز يا استاذ تامر؟ بعد التعديل وبعد الحاجات الحلوه ماشي الاستاذ. شلت لك اللي انت زعلت منهم وخفت منهم. خفت جايب لي ماموس وداخل على شويه جرد غلابه ويقول لي خفت منهم. انا فاضل معايا 560، فهاخد فيهم ده وده. تمام؟ ب 600 يعني خصم معلش. ماشي اي ام ريدي. يلا يا بي، انا حاسس ان انا اخسر مش عارف ليه. يا رب يطول بس بالريلود ده بتاع ده. انت بتهرب. انا ما هربتش. لا لا لا، يلا ارجع هتموت. انا ما هربتش. ترجع فين التاني فين؟ يا عم انت بطوبه ده. لا انت ولا لا، احنا بطلناها شغلانه، احنا استقلنا. يا عم مفيش ولا استنى بس، الطوبه دي مين اللي حدف الطوبه دي؟ فاضل جندي. هاتوه يا رجاله. انت احول يا اسطى، هو انت احول يا جدعان؟ جدعان ولا بالنبي يا جدعان اللي بيحصل؟ ايه ده؟ لا تعالى هنا، تعالى انا عايزك، انا بتحكم بالجندي ده. تعالى عايزك في موضوع بس. تعالى يا ابني، انت بتنشف فيه احول. والله منشن اكتر من 4 مرات على الجندي ده، وهو احول. والله يا عم انا بتحكم فيه ده، عشان كده انت ما جبتوش. لو سايبه لوحده كنت زمان جبته. بس خش يا معلم على الفلاحين، ناشي الفارمرز ناشي، ومعاك 4000. يعني المفروض ان انت يبقى معاك كام؟ 4000. ماشي ماشي 20 كده هو يعني المفروض يفضل معايا 22000 بالظبط يا محترم. بالظبط ماشي. طيب احنا هنعمل حاجه حلوه قوي، بسمسم بسمسم. بص فاضل معايا اوكي، ونحط ده هو ماشي، والاستاذ ده احط ده. يلا يا عم، انا بدلعك اهو. يلا كده انا معايا 21900، في 100 جنيه الواد اتشال. الواد اتشال في العربيه يا عيني. يا لهوي، الغربان دي اصلا قتلت الجندي بتاعي. ايه ده؟ ازاي فهمني ازاي؟ انا عندي واحد لسه عايش اهو، ازاي مات امتى ده؟ مش عارف اللي هيبني. ايه ده لا استنى، انت جنودك كانت ميته ازاي؟ عيب من تاني ريماتش. يلا حط الريدي، ابلع. في 2 جندي ورا يا باشا، في 2 جندي ورا، انت نسيتهم. هم دول بتوع الغربان صح؟ طب ابدأ. دول بتوع الغربان، ابدأ. يلا ستارت اهو. بس ده شال ده ماشي، وبعدين ايه؟ مات الخفاش بتاعتك، ماتت ماشي. فاضل من عندي خفاش. تيك ماشي. الو هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ يلا يا رجاله، ابلع. بقول لك ابلع. هنا في استراتيجيه. ايه ده؟ هنا في استراتيجيه يا عم، دي ما فيهاش استراتيجيه. ماي مان، هو انا بخسر مرتين ازاي؟ فهمني. يلا يا باشا اللي بعدها، ومعاك 8000 جنيه. يعني المفروض المدفل يبقى معاك، يبقى المفروض يبقى معاك 18000. تمام ماشي، 8000 صح؟ يا محترم ماشي، 8000 نيجي. بص راجل قليل الادب. دول ب 4000. طيب شوف الراجل قليل الادب. دول ب 4000 ماشي. نط 1 2 3 4 5 6 كده صح؟ يا بيه ايوه. يلا اهو انا جاهز. يلا ايوه. ونحط دول سمسم. المفروض ان انا فاضل لي يعني
حاجات بسيطة. فحاول بص انا صرفت 50 جنيه زيادة ماشي معلش يعني على الحساب. لا خصم خصم مش مشكلة خصم. يلا يلا ستارت يا بي ستارت يا بي. انت تريد العركة سأحضر لك العركة. انداهز ايه اللي انت حطه ده دول كلهم ب 8000؟ والله العظيم كلهم ب 8000 والله كلهم ب 8000 عيب عليك. الفيديو اهو كلهم الفيديو اهو والله الفيديو اهو والله العظيم الفيديو اهو حرام عليك. بص 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 ده بتخم ازاي. يلا 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 ده انت خلاص 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 شلتهم والله شلتهم خلاص. طب وليه حاططهم في الاوض دول؟ شيل مين دول اللي فوق دول؟ ايوه دول شايفهم انت مش انا ادم. شيل الله شيل شيل يلا في ثلاثه. يلا في ثلاثه يا راجل انا الصبع انا فاتح اف وشايف فاتح اف وشايف انا الصبع حرام. خلاص يا عم يا نور يلا ابدا هات ريجي كده. طب استنى مش يمكن عايز احط جندي هنا ولا هنا؟ لا مش عايز مش عايز والله خلاص يلا اهو يلا ادي رجاله يا رب الريلود بس ينجدني. يو كان دو ات يو كان دو ات ماي مان. اوه الهيل ده الهيلر مصيبه الهيلر. يو كان دو يا نهار اسود رجاله يا رجاله اسمع تعال انت انت اذا تعمل ريلود وعايزين نضرب الهيلر. يلا يا رجاله يا رجاله يا اخوانا يا اخوانا مش باقي غير اتنين كينج يا اخوانا. ده 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 انت رايح فين؟ لف وارجع تاني لف وارجع تاني. اوه ابلع يا ابن الذين حرام عليك. ايزي ايزي انا بلعت ايه اقول لك ايزي تقول لي الايزي يعني خلاص يا عم انت البرود اللي ورا انت دول مصيبه. اقول لك الايزي لا هناك اي بص يعني دلع عليه. ماشي يلا اللي بعده معاك 16000 يا تامر 16000 يعني هيفضل معايا 10 ماشي بالظبط 10. هنلعب من اي خريطه؟ من اي جنود؟ بالايشنت ماشي. فالايشنت ده في ايه؟ 1 2 3 4 لا العب بعد نلعب بحاجات كده حلوه وبسمس ماشي عشان ده فيه قصص كتير قوي 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 قوي. ولا ايه تحط جنود يلا صح انت بتخبي جنود مش بحط يا عم تخبيهم فين يا تخبيهم فين انا سامع صوت حطيت يا عم انا سامع صوت اوعى تحط هنا ولا هنا ماشي عايز هنلعب بالايشنت. ايوه ايشنت في حاجات حلوه يلا اجيب لك ايه انا ممكن اعمل المفروض يفضل معايا 10000 10000 اوكي نحط دول كده 10 جنود كده بسمسم نشيل الدفاع الخط الاولاني وبعدين نجيب للخط الثاني 1 زيوس 2 زيوس 3 زيوس وبعدين نجيب سنيك ارشر ماشي نحطهم كده نوزعهم جنب حطيت دول فوق بس لسه والله معايا 16000 بس حطيت اللي فوق دول. انا عن نفسي انا خلصت يا بيه 3 زيوس وشويه سنيك ارشرز وناس على باب الله يعني ربنا يكرمها يا رب. مش عارف ليه انا حاسس ايه يا اخويا انت انا تصرف اكتر من 16000 يلا انت راجل نصاب. والله بص انا لسه شايف 9500 هشيل لا ده حرام 11000 ارجع تاني هشيل واحد من اللي فوق دول 9800 عادي. الو 9800 ايه يلا 10100 يلا اوكي يلا. ده انا اللي طلعت عبيط اوكي ده انا طلعت حاسب غلط سوري اوكي اذا كان كده فخير ربنا كتير بقى. اذا كان كده استنى ليه انت ايه اذا كان كده انا مش هينفع احط انت كم فاضل معاك استنى الو فاضل معايا 10800 بالظبط بالملي انا معايا 10100 هتحط كمان ولا خلاص؟ لا يا ابني ما عايش جنود تاني اصلا عايش اماكن احط ده يعني كده بص يعني سامحني في ال 20 جنيه دول 20 جنيه ايه ده يا نهار اسود على العركه وسنين العركه التعبين هي املي التعبين هي املي يا رجال جنودك اللي طالعين يجروا الو ايوه الحمد لله زيوس 2 زيوس لسه عايشين فيه زيوس اوه هكسب ايه ده النصب ده يا كلب يا نصاب يا حرامي ايه ده بس ماتوا ولا لسه
هما الجنود بتاعتي راحوا الرجالة فين؟ بتاعتي فين؟ ثانية واحدة، هو أنا جنودي أنا طالعين من الأوضة. تعالى أقول لك، تعالى يا لهوي ابلع، أقول لك ابلع يا نصاب أنت يا ماكر. يا عم لا يا عم لا، في حاجة غلط والله، في حاجة غلط يا ماكر. جنودك طلعت تجري للأسف، جم بالآخر. أنا كنت حاططهم فوق، ما كنتش كنت فاكر إنهم هيضربوا من فوق. طيب بص، هنلعب المرة دي بالأستاذ إيه؟ فايكنج. ماشي، وهنصرف هنصرف كام؟ ركز، هنصرف كام؟ فاضل 10، الفلوس كلها هنصرف، الفلوس كلها. يلا بح. ماشي، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ليه كده يا اسطى؟ ليه؟ بص انا بفكر ان انا العب لعب دفاعي شويه، هحاول اعمل استراتيجيه مع ان انا دايما بهبد. اوكي ماشي، بس ايه، هحاول المره دي. تخيل، تخيل تنفع، يعني تخيل ان الاستراتيجيه تنفع ساعتها والله. ان ايه لو نفعت والله، تبقى اعجاز علمي. انا هغير قانون لعبي كله، تعرف قانون اللعب، قانون الهبد هيتغير. اه والله. ماشي، احنا نجيب دول كده اهوت. ماشي، بلاش تكتر من دول عشان بيعملوا لي لاج. لا يا عم، حد الله بيننا وبين اللاج، حد الله. انا اعمل معاك كده ده يا راجل؟ يا الناس باعت عيالها ولا ايه؟ الناس عمرها ما تبيع عيالها. باشا انا جاهز، انا جاهز. يا لا، ودول بيعملوا لاج يا عم، ما تزودش منهم. لا يا عم، محدش فيهم عمل لاج والله، ده قليل ادب ومحترم والله. عملوا عندي لاج. يلا يا عم، يلا يابا، يلا انا بستولع. إيه يابا، يلا يلا يابا. انا ايه، انا شفت الخف انت رحت شايله. شفت ايه؟ حد ما شلتش حاجه والله. ده كان جوندي بس عشان معيش فلوس، مش اكتر. خد كمان جوندي اهو، استنى بما انت اتكلمت، خد ابلع جوندي كمان اهو. يلا، انا كده كده صفر، معايا صفر كبير، بيج زيرو. يا رب يا رب يا رب. المراكب أيوة، الرجاله اللي ورا دي كان لازم تموت في الاول. ايه ده، انت قتلتهم ازاي؟ ايوه خلاص. ايوه انا هكسب تقريبا. ايوه هكسب، هكسب. قاعد يسيب باك اند ريلاكس كوز اتس. ايه ده؟ الو، لازم اخد واحد واجري فيه. خد واحد واطلع اجري. الو، اطلع اجري، اطلع اجري، هتموت يا عيني. دول بيتاكلوا. ايه ده؟ دول بيتاكلوا يا محترم. يا عم انا اصلا مش شايف حاجه من اللاج اللي عندي. دول بيتاكلوا، بقول لك بيتاكلوا. اللي عملته عندي يا عيني. بص، هو انت بقال الله، هو انت بقال الله يا محترم. بص يا تامر، لما يبقى عندك يعني احتراف استراتيجيات بعد اذنك، تعالى كلمني علشان وربيست ملك.